كنت في قاعدة في انا كنت قاعده في الاول كنت بتفرج، كان المفروض اكون في الاغنيه بس للاسف ما كنتش موجوده لا نيلسون. في الوقت ده، ف بس يعني ملحوقه طبعا ملحوقة يعني السنه الجايه. خلاص بقى، احنا عرفنا سكتنا. قد ايه لو كنت عملتيها كنت ممكن تعملي اي جزء بتاع مين في الاغنيه؟ بصراحة لا، انا هعمل كل الاجزاء معلش سبحان الله انا كريم. ما يكفينيش كام ثانية يعني، بس هو فعلا برافو، احنا احب كلنا ساعات ودقايق ما يعني. قالتش ما حدش كان بيشبع، لان يا دوبك بيقول، لان هم فعلا كل واحد بيقول كلهم كلمتين كانوا كلمتين كلمتين. منورين ومبهجين. كمان طلت آسر ياسين، انا عايزة ابعت له ده تحية حقيقي. كبيرة جدا لوجوده في المهرجان، تحية لطلته في الأغنية، وتحية لتراب الماس، وإن شاء الله يكون طبعا معانا قريب، طبعا نجم طبعا كبير جدا. طبعا نيلي كريم اللي شاف مسلسل اختفاء، يعني شاف كده لقطة رائعة لما كنتي بتمثلي دور نسيمة تحديدا في فترة الستينات. هي فترة الستينات مليانة حاجات حلوة بصرية كمان غير الدراما، الموضة بتاعت الستينات والمزيكا والحفلات والرقص. يعني عايزة اقول لك حاجة، اكتر بمناسبة ان احنا بنتكلم عن الاستعراضات والميوزيكال، اكتر وقت كنت مستمتعة فيه لما كان الباند موجود وكانت المزيكا لايف شغالة واحنا كنا بنرقص تانجو انا وسليمان ونادر، فبجد من احلى الحاجات اللي كانت موجودة في المسلسل. انتي اصلا بتعرفي كل الخطوات الراقصة دي، اللاتيني لا كل والكلاسيك. حاجة، مفيش يعني حاجة ما اعرفهاش، ما... وحتى الرقص البلدي برضه لا الرقص البلدي حلو قوي انتي كمان، عملتي في مع خالد فبالظبط في يوسف. انت عمري يعني عمري ما هنسى بتميل دي انت عمري بجد. لا، والاداء كده في حاجه ستيناتي جدا. ايمن مدحت واحمد مدحت واحمد مدحت عاملين شغل، كانوا عاملين شغل. لا ده انا حقيقي، كمان ده شديد حقيقي. الاعجاب بالمسلسل ده هو بجد تامر قوي حقيقة قوي، كلمني، تامر انا دايما بحبه قوي. بيكلمني كل حاجة يعني مسلسل أعمله، لا فبنتقابل قاعد أو انا قاعد يعني قدام التلفزيون. بحب أسمع التفاصيل بتاعته، لأن هو غير ان هو كاتب لكن هو ناقد كويس قوي، يعني بيعرف يقولك على تفاصيل وديتيلز المشاهد العادي يمكن ما ياخدش باله منها. مهرجان الجونة انت كنت موجودة السنة اللي فاتت. انا السنة اللي فاتت كنت في لجنة التحكيم، انبسطت جدا والله. السنة دي قلت رايح بقى، عايز استمتع بالمهرجان. لا هقول لك حاجة، لان بجد اعضاء لجنة التحكيم من اكتر ناس بتشتغل، لان كل يوم عندك بتتفرجي على كذا فيلم فبتقضي ساعات طويلة في السينما. تاني حاجة لازم تكوني دقيقة قوي يعني في في بقى التقييم. اجتماعات وحاجات، فما بتشوفيش حلاوة الجونة وحلاوة المهرجان. اللي بيبقى جاي جاست بيستمتع اكتر كتير. وحتى متعة الفرجة على الفيلم وانت مطلوب منك ان انت تبقي حكم، بتبقي مركزة غير جامد وانت قوي. حرة يعني. صح، لكن وانت ضيفة بتروحي تتفرجي في السينما وتاكلي فشار كده وبراحتك، لسه خالد يعني صاحبي لو بيقول لي فيلم ما السينما يعني عجبكيش فيش وحاجة بتقومي ساقعة يعني. لو فيلم ما عجبكيش بتقومي وتمشي، بقولك في الحالة دي. لكن وانت في لجنة التحكيم حتى لو فيلم مش عاجبك لازم تتفرجي للآخر، ولازم كمان يعني بنجتمع كل مرة نقول طب الفيلم ده في ايه حلو وفي ايه وحش، فبيبقى شغل كتير قوي. انا الحقيقه السنه دي قلت رايح عايزه شويه جاي بحر. سينما اجازه، قال لي سينما اجازه تامر حبيب بالظبط. قالها لك، انا في اجازه، سينما انت اجازه كمان في اجازه صح؟ سينما اجازه، انا كمان في اجازه، انا جاي اتفرج على افلام بالظبط، وانا كمان.